هون هذه الآية بالذات وغيرها من الآيات ممكن في طمأنة للبشر. على فكرة إنه كل المؤامرات هذه، لأنه في ناس ممكن يضربوا في معنوياتهم لما يقال الدولة الفلانية والدول كعظمى وكذا آخره، وبيخططوا ليجتثوا الدين ويجتثوا الأخلاق والقيم وإلى آخره، ويفرضوا حتى قضية التقليل من عدد البشر وتفاصيل طويلة. هون هذه الآية عم بتقول إنهم هم في النهاية جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. منشوف الآن تمام، بس خلينا إذن خذوا هذا ببالكم، هذا القصد الآن نفهمه، إنه فرصة هؤلاء الناس إنهم يضلوا البشرية ويعودوا فيها إلى الجاهلية، هذا الكلام بدنا نقول مش راح يكون. وبالتالي أحيانا بعض الناس لما يضربوا في معنوياتهم ممكن يتهاونوا في الوقوف في وجه هذه الحملات على الدين بشكل عام وعلى القيم وعلى الأخلاق، كلك شو بدنا نعمل وهدول بيخططوا تخطيط عالمي وبيملكوا، لا هلكت نعرف منهم شو قدرتهم. نشوف نقرأ يا شيخ آية آية. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هم وصلوا إلى درجة إنه خزائن الرحمن اللي هو الرب الخالق، خزائن الرحمة اللي من ضمن الرحمة، من ضمن الرحمة أو أولا هو الوحي والدين، أيوة، لأنه رب الناس. هم أصبح عندهم خزائن رحمة الرب اللي هو له صفتين. الصفة الأولى العزة، شو يعني العزة؟ اللي ما فيش غلبة له، ما ممكن يعني فيه العزة، فيها تفوق وفيها هيمنة وغلبة ولا يمكن أن يغلب. وإيش؟ وهاب، يعطي دون مقابل ويفيض. هذه خزائن الرحمة صفت عندهم بإيديهم، أي واحد انتبه لها، صفت عندهم وبإيديهم، أي واحد. الآية اللي بعدها أم لهم ملك السماوات والأرض. بس لحد هون شوي. طيب ملكوا السماوات والأرض وسيطروا عليها وكله صار ضمن سيطرتهم، وصلوا؟ لا أحد يزعم، لا أحد يزعم. طيب ما لحد الآن. طيب فليرتقوا، فليرتقوا في الأسباب، يتركوا في الأسباب كما شاءوا ويصعدوا في افتقائهم كما شاءوا. إيش الأسباب؟ يعني الوسائل التي توصلهم إلى الأهداف وإلى المقاصد وإلى السيطرة على كل شيء، لأنه السبب معناته أنت وصلت لإيش؟ وصلت للأساس كل ما في الكون من قوانين، وصلت للقانون المهيمن، قوانين المهيمنة. فليرتقوا في الأسباب، لأنه بتشوفوهم أنتم بتطوروا بيخترعوا وسائل تنصت وتجسس وأسلحة وتفاصيل، وبعض الناس ممكن تضرب معنوياته. لا، عم بقول لك فليرتقوا في الأسباب كما شاءوا ويحصلوا. اقرأ الآية إذن كمان مرة. الآية أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، ليصعدوا كما شاءوا وليرتقوا ويتدرجوا في السيطرة، كما شاءوا. في النهاية
هم لحظة في النهاية هم قلت نشوف شو هم. هم مهما بلغوا مهما بلغوا ما لأنه هم في مقابل مين هم؟ رب العالمين. في مقابل مين؟ هم إيش يا شيخ؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هم جند. أول شيء جند. يعني تجمع بهدف طبعا تناصر لأنه معناته لهم هدف. هم هو أولا جند ما هنالك يعني وين وصلوا لأنه هنالك هاي للبعيد هنالك بعيد هم ما بيزيدوا على إنهم جند ما هنالك. طيب شوف جند ما هنالك وين ما مش بيرتقوا في الأسباب مش يبلغوا في العلوم والقوة والقدرة والتفاصيل جند ما هنالك مش أكثر من كونهم جند. تمام انتبهنا له جند ما هنالك. إذا مكانتهم مهما بلغت وصعودهم مهما ارتقوا في السيطرة هم مجرد تجمع متناصر بين بعض البعض جند ما هنالك. ما له هذا الجند؟ مسألتين محكوم عليه بالهزيمة مهزوم ومصير مصير الأحزاب اللي كانوا من قبله. جند ما هنالك مهزوم وهو بدي أضيف وهو الآن وهو من الأحزاب اللي إيش خصوصا بعد آيات راح تأتي على فكرة كلام عن الأحزاب عاد وثمود قوم كذا يعني مصيرهم مصير الأحزاب مصيرهم مصير الأحزاب. أين ثمود وأين عاد وأين قوم نوح وأين وأين قوم فرعون أولئك الأحزاب طبعا إيش صار فيهم؟ فهون جند ما هنالك يعني الآن بدنا نختار قضية ما هنالك هي طبعا ممكن بأكثر من طريقة نفسرها لكن أنا شايف الأبسط جند ما هنالك لأنه بيقولهم فليرتقوا في الأحزاب في الأسباب في الأسباب فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك وين ما وصلوا أعلى ارتقاءهم يبقون جند يبقون جند يتجمعون لهدف. طيب ولكن شو هذا الجند هذا مهزوم مهزوم تنسوش الآيات مكية